حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من برنامج المنصة، أهلا وسهلا بكم. أضعفت الحرب في اليمن نشاط المؤسسات الحكومية، لا سيما بعد سيطرة الميليشيا الانقلابية عليها ووضع مندوبين ولجان تابعة لها تسير أعمالها، الأمر الذي دفع بعض المبادرات الشبابية والأعمال التطوعية الفردية والجماعية للظهور من أجل ملء الفراغ الناتج عن غياب مؤسسات الدولة. العمل التطوعي وقت الأزمات لا يقل أهمية عن عمل مؤسسات الدولة وقت السلم، فبسبب التدهور الذي تسببه الحرب في البنى التحتية للبلاد ابتداء من البنية الاقتصادية وانتهاء بالبنية الاجتماعية، يبقى المجتمع في أمس الحاجة لملء هذا الفراغ، فيأتي العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي لسد هذه الفجوة. عن المبادرات الشبابية والأعمال التطوعية، أهميتها وأبرز الصعوبات التي تواجه القائمين عليها سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. من وسط أنقاض الحرب تمتد يد هؤلاء الشباب محاولة تقديم العون للمتضررين منها، شباب اتخذوا من العمل التطوعي مسارا لخدمة المجتمع لما له من أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية عمل المؤسسات. وتزيد أهمية هذه المبادرات في الدول التي تشهد حروبا وأزمات، حيث تتعطل المؤسسات فتتضاعف حاجة الناس إلى سد الفراغ الذي خلفه غياب الدولة. أسباب أخرى كثيرة تجعل من العمل التطوعي والمبادرات الشبابية ذات أهمية كبيرة في المجتمع، ابتداء من موجات النزوح التي تعم أغلب المدن في أنحاء البلاد بسبب الحرب، مروراً بانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل في ظل غياب الدولة، وانتهاءً بالتدهور الاقتصادي الذي يتزايد يوماً بعد آخر. في شهر رمضان تتضاعف حاجة الناس إلى مثل هذه المبادرات الشبابية، خصوصاً أولئك الذين انقطعت سبل العيش أمامهم بسبب الحرب، فتعمل عدد من المبادرات الشبابية والحملات الإنسانية التي أعلنت عن نفسها مع بداية الحرب، وتقوم بعمل كثير من الأنشطة والفعاليات التي يغلب عليها الطابع الإنساني، وتمثل رافداً أساسياً للعمل الخيري في أغلب المحافظات ورديفاً للجمعيات الخيرية التي عجزت عن القيام بعملها نتيجة ممارسات الميليشيات. صعوبات كثيرة يواجهها هؤلاء الشباب العاملون في المجال التطوعي، على رأسها تزايد عدد المحتاجين مقابل الخدمات المحدودة للقادرين على تقديمها، بالإضافة إلى غياب الممولين وضعف التمويل، إلا أن هذه الأعمال تشكل عاملاً مساعداً للكثيرين في ظل غياب الدولة وتملص الحكومة عن مسؤوليتها. إذن مشاهدينا الكرام، نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا رئام الأكحلي وهي ناشطة اجتماعية من صنعاء. مرحبا من رئام. مرحبا أمل، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك رئام. خلال الأسبوع كان لكم مبادرة جديدة، قمتم بإنشاء صفحة في الفيسبوك أسميتموها خير الناس للناس، تفاعل كبير مع المجموعة أو مع المبادرة، اختصري لنا رئام فكرة المجموعة وما سر هذا التفاعل الكبير. طبعا الفكرة مقتبسة من مبادرة إنسانية جميلة عملوها إخواننا المصريين. احنا بالبداية شفنا الفكرة وحبيناها جدا، وقمنا فكرنا انه ليش ما نطبقش الفكره هذه في المجتمع اليمني، وليش ما نطبقش بشكل عملي واسع هناك. ففي البدايه اولا شكلنا فريق عمل صغير، كان في البدايه مشكلنا 5 اشخاص، عملنا جروب صغير بالماسنجر، بدأنا نتناقش نخطط نضع المقترحات والخطط حول كيفيه انشاء الجروب، ايش اللي ممكن نعمله، كيف ممكن انه نعمله بالطابع اليمني لكي يسهل الوصول للمجتمع اليمني، بالتالي يتقبلوا الناس يبداوا يتفاعلوا معه. بعدين شكلنا تحالف، كان في ناس معهم نفس الفكره هذه، عملنا تحالف معهم وشكلنا جروب جماعي معنا، وما شاء الله بداوا الناس يتفاعلوا، بدينا نروج للفكره، بدينا نروج الموضوع، نشرنا الرابط حق الجروب وبدأوا الناس يتفاعلوا معنا، وكان التفاعل فوق فيه كثير، يعني كنا احنا متوقعين بالبداية انه بيكون في تفاعل، بس متوقعناش انه بيكون بالضخم على كله، يعني
احنا لحد الان متفاجئين من كميه التفاعل الموجود بين الناس. يعني خلال اسبوع قدرنا ان احنا نجمع 22,000 شخص صحيح داخل الجروب. ريان، برايك ما سر هذا التفاعل؟ لماذا الناس تقبل على مثل هكذا مبادرات شبابيه طوعيه؟ بالنسبه لنا ممكن لان الفكره كانت جديدة على المجتمع، هذا كانت تجربة جديدة على المجتمع، إنه بس الفكرة نفسها، هدف الفكرة نفسها إنه بس مش إلا مساعدة الفقراء فقط، إنه أي حد محتاج أي خدمة مهما كانت ممكن إنه يقدمها، وبعدين مش يقدمها جهة معينة، الناس نفسهم يساعدوا بينهم البين، حتى لما أحد يدخل الجروب ويشوف التفاعل بين الناس، كيف الناس يساعدوا بعضهم، يشعر بسعادة كبيرة. يشعر انه المجتمع هذا لسه قوي، المجتمع هذا لسه محافظ على اصالته، ومحافظ على الرحمه الموجوده فيه. نعم. ريام، كونك ناشطه و يعني منذ سنوات فاعله في مجال التطوع الانساني، برايك ريام ما هي ابرز الصعوبات التي تواجهها خلال عملكم في هذا المجال؟ ممكن انه الوضع الاقتصادي في البلد نفسه ممكن يشكل عائق. الناس بدأت تفقد الثقة بالمنظمات، بالمساعدات الإنسانية. الناس بدأت تمل من الناس اللي تاجروا، من الناس اللي تاجروا باحتياجات الناس، باحتياجات الفقراء، باحتياجات المحتاجين. فممكن هذا كان يشكل صعوبة. نعم. طيب ممكن كمان اكملي يا تفضل. ممكن حتى احنا الان كعملنا في الجروب هذا، الصعوبات اللي تواجهنا انه مثلا النت، خدمه النت في البلد ضعيفه، ممكن الاقبال الكبير على النشر، في ضغط رهيب على النشر، وفي كمان شكاوي حول هذا. نحن الآن مثلا يجي منشورات كثيرة تكون بالجروب موجودة، فالمنشورات السابقة تغطي على المنشورات الجديدة، يعني المنشورات الجديدة تغطي على المنشورات السابقة، فالناس يشتكوا يعني ليش أنا منشوري ما طلعت، ليش أنا كذا، في ناس ينشروا خارج إطار الفكرة. فهذا الصعوبة اللي نجدها. كمان إنه إدارة الجروب نفسها ما تقدرش تضمن بقية الناس اللي يحتاجوا، اللي يطلبوا مساعدة، أو الناس المتبرعين. فلذا اسمحي لي من منظوركم هذا أنني أوجه بس تنويه بسيط للناس اللي المتبرعين أو فاعلين الخير، أرجوكم 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 تأكدوا قبل ما تدعموا أي حالة، إثباتات، صور. نعم. تواصلوا، لانه نحن صعب انه نحن نعمل آلية انه كيف نتابع كل حالات، كل الارقام كيف نتواصل فيهم، محتاج لعمل ميداني يعني. فارجوكم انكم تتحروا هذا الشيء وتتاكدوا من مصداقية المحتاجين. نعم ريام، اذا ما تحدثنا بشكل عام عن العمل التطوعي الشبابي، برأيك ما أهمية هذه الأعمال خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا من خاصة في السنوات الأخيرة؟ طبعا مهمة المبادرات الشبابية، هذه مهمة، إنه كيف تقدر تغطي غياب الدولة، كيف تقدر تغطي إنه ما فيش الوضع الاقتصادي متردي جدا، إنه كيف تشكل حلقة وصل ما بين الداعمين وما بين المحتاجين، كيف تقدر تحافظ على مصداقيتك، كيف تقدر تخلي الناس يثقوا في بيئة أكثر، كيف تقدر تحافظ على النسيج المجتمعي نفسه من التشتت والضياع، وبظل الحرب هذه، وبظل كل الصراعات الموجودة، كل النزاعات الموجودة، إنه كيف نركز على العمل الإنساني، على العمل المجتمعي، على إنه المجتمع هذا كيف بيكون قابل للتغيير، كيف بيكون قابل على إنه دائما أفراد المجتمع نفسهم كيف يقدروا يسندوا بعض، كيف يكونوا سند وعون لبعض. دور المجتمع، المبادرة الشبابية هنا تكمن
في هذه النقطة بالذات. نعم، إذن رئام ملك حالي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك، أشكرك على تفاعلك معنا في هذه الحلقة وأيضا على كل المجهود الذي تبذله في الأرض لمساعدة اليمنيين لتجاوز هذه الظروف. الآن مشاهدينا الكرام معنا من صنعاء أيضا جمال الصبري، هو ناشط اجتماعي في صنعاء وأيضا هو بطل الجمهورية في المصارعة وأحد أبرز النشطاء الشباب في صنعاء. أهلا بك جمال. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. مساء النور، أهلا بك جمال. إذا أنت لك نشاط في أكثر من مبادرة شبابية تطوعية، جيش شنب، خير الناس للناس وغيرها، نشوف إحنا تفاعل كبير من قبل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، هل تجدون هذا التفاعل بنفس المستوى على أرض الواقع في الميدان أثناء التنفيذ؟ بداية أنا أحب من خلال هذا المنبر أن أنا أشكر كل الناس اللي تفاعلوا معنا سواء في الجروب خير الناس للناس او في جيش شنب، هناك تفاعل كبير جدا بكل صدق يعني وامانه. احنا في اليوم في جروب خير الناس للناس هنا عشرات المنشورات اللي نشرت اللي تم فعلا انه تلقوا مساعده هذول الناس، وفي ناس فعلا قدموا خدمات على ارض الواقع، يعني في ناس قدموا خدمات كثيره سواء كانت عينيه او ماديه، مساهمات في حاجات عينيه او امراض او تبرعات ماديه. احنا في حاليا نعمل على حصر هذه النتائج وان شاء الله ننشرها اول باول في الصفحه جروب الخير الناس للناس. التفاعل الكبير هذا موجود من خلال 4 سنين، يعني اللي مخلينا احنا كيمنيين لمده 5 سنين بهذه الاوضاع السيئه هو هذا التفاعل اللي حصل من الناس، من الشباب، من النساء، من الرجال، في تفاعل يعني حاجه غير عاديه. نعم جمال، برأيك ما هو سر هذا التفاعل خاصة من فئة الشباب؟ لماذا الناس تقبل على التفاعل التطوعي الإنساني خاصة أن اليمن تمر بوضع اقتصادي سيء؟ ترى لا يوجد رواتب، لا يوجد أي حوافز مالية، ترى الكل يتجه للعمل التطوعي. هو فعلا هذه الاسباب كانت يعني هي عاده ما تكون اسباب مثبطه او محبطه للناس، لكن الحمد لله احنا كيمنيين اليوم وكشباب نشوف انه بدل ما احنا يعني نجلس نفكر بالاحباطات هذه وكل العوائق هذه، ليش نحن ما نقدر نقدم حاجات بسيطه مثل هذه الافكار البسيطه؟ يعني احنا ما احناش خاسرين حاجه الان ولا عملنا جهد كبير، احنا في وقت كنا نضيعه في حاجات مش مهمه، حبينا نحن نستغل هذا الوقت انه نعمل جروب. هذا الجروب هو ملتقى الناس اللي محتاجه لمساعده والناس اللي بتساعد، احنا بس كل اللي عملناه انه انشانا ملتقى على فيسبوك والناس يعني بهذا المنظور يعملوا انه انا قادر، ما دام انا قادر ان انا اقدم حاجه ولو كانت بسيطه بالنسبه لي لكن للاخرين تكون حاجه مهمه جدا. دور الناس يتفاعلوا، واحنا يعني الناس اللي حاليا ما تربطناش هذيك الاعمال الكبيره او ما احناش مشغولين باشياء كثيره، ولانه نحن نفوسنا اليمنيين طيبه، احنا شعب اجتماعي وشعب عظيم، يعني ما نقبلش ان احنا نكون مثلا عايشين احنا في عيشه رغيده وغيرنا مش لاقين ايش ياكلوا. هذه هي الطباع العظيمه والصفات الحميده باليمنيين اللي الخمس سنوات جالسين يعني ولازمنا نشتغل ونخرج بافكار جديده ولازمنا نصنع يعني تغيير في المجتمع رغم هذا كل هذا المآسي اللي تحصل. صحيح. اذا جمال برايك ما الاثر الذي تتركه مثل هكذا مبادرات سواء على الفرد او سواء على المجتمع، وما اهميه العمل التطوعي خاصه في مثل هكذا ظروف؟ يا عزيزتي الاثر الذي تتركه هذه المبادرات ما نشوفه احنا اليوم من هذا من خلال هذا التفاعل، وانا ذكرت لك انه في عشرات الناس كانوا فعلا محتاجين مساعده، يعني مساعده هي بالنسبه لهم حاجه كبيره، كانت بالنسبه لاشخاص اخرين حاجه بسيطه قدموا لهم هذه المساعده. الاثر اليوم انه المجتمع يصبح يعيش في نوع من العداله، نوع من انه يواجه الاحتياجات اللي ممكن تسبب شرخ اجتماعي كبير بين الناس، في تكافل اجتماعي غير عادي، في ترابط بين الناس اليوم، في الناس يعني يتعاملوا مع بعض برقي و
عظيمة، واحنا نعمل ان احنا نخلي هذه الروح وهذه المبادرات تستمر بشكل متواصل، عشان يعني ما يجيش فتره كل شخص ينزوي ويكون خاص مشاكله في بو وتفكك، يكون في تفكك اجتماعي. اليوم نحن في مش بس هذه المبادره، في عشرات المبادرات اليوم، في كمان مبادره اخرى يتم الان العمل عليها وفعاليه اخرى، ألف ابتسامه، يتقن السنة الثالثة على التوالي. 1000 يتيم يتم جمعهم في يوم مفتوح، ألعاب وأنشطة وحاجات يعني رائعة جدا فيها الشباب. 500 متطوع اليوم من الشباب يشاركوا في هذه الفعالية، وكمان مبادرات كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصل لك، أنتم أعتقد بكل تأكيد تتابعونها. اليوم كمان في جروب خير الناس للناس، اليوم وصل عدد 22,000 عضو في الجروب، هذا 22,000 مواطن، يعني انه 22,000 شخص مستعد انه يقدم المساعدة للآخرين. نعم جمال، حدثنا عن الصعوبات والتحديات والمعوقات اللي تواجهوها اثناء عملكم الطوعي في الميدان. بالتأكيد شفت هناك صعوبات كبيرة، يعني لا يوجد عمل لا يخلو الصعوبات. في البداية في ناس دائما ما يكونوا عامل تثبيط أو محبطين، أو أشخاص يحاولوا يستغلوا مثل هذه المبادرات أو الأعمال. في كثير من الأشخاص اللي يشاركوا في الجروب، سواء يكونوا يستهبلوا أو أنهم يستخفوا دمهم، يشاركوا بأشياء يعني مش كويسة. طبعا احنا يعني نواجه هذه التحديات والصعوبات، نحن عاملين شروط وقواعد معينة للنشر وللمساعدة وللمساعدات في اللي في الجروب. مثلا في ناس ممكن ينشروا او يمارسوا عمليات احتيال داخل هذا، يستغلوا طيبة الناس اللي مستعدة تقدم المساعدة، لكن احنا نحاول على قدر الاستطاعة ان احنا والناس وجميع اللي في الجروب نتكاتف ان احنا نواجه مثل هذه الظواهر، بالاضافه لانه يعني الوضع الامني والوضع السياسي والوضع المعقد في البلاد، يعني والكهرباء والنت وهذا مثل هذه الاشياء، يعني يتحاول ان انت يعني تقف امامنا، ما تخليش الموضوع يكون اكثر انتشار واكثر تاثير. لكن ان شاء الله بتكاتف الجميع، يعني نحن نستطيع ان نتغلب على هذه المشكلات. والاجمل شوف الاجمل من ذلك انه كل يوم وصلنا مقترحات. الان وانا قبل ما ادخل الصف شفت مقترحات كبيره جدا في الصفحه، الجميع يشارك. نعم جمال، احنا هذه المبادره. نعم جمال، نحن فخورون جدا بالمجهود اللي تبذلوه. أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معي في هذه الحلقة. جمال الصبري كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام نستقبل اتصال آخر من حضرموت، هذه المرة صالح منصور وهو رئيس منسقية الفرق التطوعية بوادي حضرموت. مرحبا بك صالح. لطفا صالح اسمعني من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا صالح. رجاء صالح اخفض صوت التلفزيون واسمعني من التلفون. حياكم الله، كيف حالك؟ أيوه. معنا صالح، أنت معنا؟ أشكركم. أيوه معكم. يبدو أن صالح ليس معنا، إذن ننتقل لاتصال آخر من تعز، بسام القاضي. مرحبا بك بسام. بسام هل أنت معي؟ إذا يبدو أن الاتصال غير جاهز، إذا إلى أن يجهز اتصالنا التالي نذهب الآن لاستعراض بعض التعليقات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. المبادرة الشبابية كان لها دور الفاعل في ضعف أيام كان ضعف الدولة المركزية والدولة الإقليمية، فكان للمبادرة الشبابية دور رائد في إيجاد فرص عمل، إيجاد والنهوض بالتعليم
والنهوض بمخرجات الحوار والنهوض بالتوعية الشبابية والتوعية الوطنية. طبعاً كان لدور المبادرات في المبادرات الشبابية في ظل الأوضاع الراهنة كبير جداً، ولقى ترحيب كبير من وسط المجتمع. من المبادرات الشبابية مثلاً في المبادرات التعليمية الصحية الإنسانية، وتشوف يعني في خلال الأوضاع اللي حصلت في تعز أغلقت كثير من المدارس وأغلقت كثير من المراكز التعليمية، فاستخدموا بدائل أخرى مثل فتح المساجد، فتح بعض البيوت اللي يكون الناس فيها نازحين. لكن لاقت في ظل الترحيب وسط الناس والإقبال، لكن بعض المبادرات لا تمتلك الإمكانيات المتاحة لبعض الشباب، يعني أنه لا توجد مثلا فصول دراسية مناسبة أو سبورات وإلى ذلك، هذا الشيء بعض العوائق. كذلك في المجال الصحي تم فتح كثير من الأنشطة مثلا المستشفيات اللي بتكون الميدانية أو المخيمات الطارئة في ظل الحالات مثل الكوليرا وغيره من الأمراض الذي حمت ظنك. ساعدت المبادرات الشبابية إضافة يعني في كثير، كان في القطاع الصحي أو في القطاع التعليمي أو في القطاع الإنساني. مثلا في القطاع الإنساني الآن مشروع إفطار صائم، يعني كثير من الناس الآن بحاجة كبيرة للقمة العيش، كيف يتم توفيره. ساهمت المبادرات الشبابية في عمل أو تخفيف أعباء المواطنين جراء الحرب الغاشمة على مدينة تعز. ساهمت في القطاع التعليم حيث انقطع رواتب المدرسين، تدمرت المدارس. ساهمت في فتح بعض البيوت والمنازل وتجميع الطلاب والقيام بتدريسهم بجهود ضئيلة. كما ساهمت في القطاع الصحي في الإغاثة العاجلة وكمان في التثقيف الصحي، وساعدت في الجانب الإنساني والإغاثي في عمل بعض المطابخ وكمان مشروع إفطار الصائم في بعض أنحاء مدينة تعز. ولكن تواجه عوائق هذه المبادرات، ولكن المبادرة الشبابية تواجه عوائق سواء في الجانب الإداري لها، عدم وجود كفاءات تدير هذه المبادرات، وأصبحت المبادرات بعض المبادرات أصبحت تعمل على ترويج نفسها وسابت العمل الإغاثي لدى الأهالي. والله بالنسبة لأهمية المبادرات الشبابية هي في هذا الوقت وفي هذا الظرف هي تعتبر شيء جيد، يعني وجودها إنها تخدم المجتمع، هي تعمل على توفير بعض الاحتياجات، تعمل على تطوير بعض الأشياء كذلك ثقافة الشباب، تعمل على حل بعض المشاكل التي قد يواجهها المجتمع. إذن مشاهدينا الكرام نستقبل الآن اتصال آخر من بسام القاضي وهو ناشط اجتماعي من تعز. مرحبا بك بسام. طبعا أنا من عدن بسام القاضي. من عدن بسام، العفو. ليس من تعز إنما من عدن. أعتقد أن موضوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية والخيرية كثيرة ومتعددة وتأتي في وقت حرج يشهده اليمن، يشهد حرب ويشهد مجاعة ويشهد انتشار الأمراض ووباء، يشهد كارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم وفي تاريخ العالم. أعتقد هذه المبادرات هي تأتي بجهود ذاتية من شباب شعور يحسوا بالضمير على الإنسان تجاه أهلهم وأخوانهم. إحنا كمبادرات أطلقناها كثيرة، لكن إحنا دائما كنا بنأتي بمبادرات ليس على بنفس المبادرات التي تطلق في المحافظات والمدن الأخرى. إحنا كانت مبادراتنا تأتي بشكل عاجل وطارئ استجابة لكوارث أو أوضاع مأساوية في مناطق سواء في عدن أو في لاحق أو في الضالع أو غيرها. من ضمن هذه المبادرات اللي احنا اشتغلنا عليها بجهود ذاتية مبادرة حملة المجاعة تفتك بأزارق الضالع، ثم مبادرة أنقذوا أطفال أزارق، ثم المجاعة بمسامير لاحق.
كذلك ايضا مبادره غوث لمساعده اطفال المسامير نتيجه انتشار المجاعه وسوء التغذيه بين اوساط الاطفال. حاليا خلال شهر رمضان الكريم احنا اطلقنا مبادره غيثوهم في محافظه الضالع لمساعده الاسر النازحه والمشرده جراء الحرب في مناطق قحطبة ومريس والعود وسناح وحجر والعزارق. حال الناس في هذه المناطق مؤلم جدا. الهدف من المبادرة هو أن كيف نبادر نحن لانتشال وضع هؤلاء الناس، رغم أن إمكانياتنا ربما تكون بسيطة جدا، لكن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات والحملات هو تسليط الضوء على معاناة الناس جراء هذه الحرب الظالمة، وبالتالي إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المنظمات الدولية وإلى وسائل الإعلام. وهذا هو الهدف الرئيسي من المبادرة التي حققنا من خلالها ربما إنجاز بسيط، واستطعنا أن نضغط على هذه المنظمات لإغاثة هؤلاء النازحين. بسام، إذا ما تحدثنا عن أهمية العمل التي تقوم بها، العمل التطوعي والعمل الإنساني، ما هي هذه الأهمية وكيف يؤثر هذا التكافل الاجتماعي بين المواطنين على الفرد وعلى المجتمع ولتجاوزهم هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؟ على طبيعة الحال الشعب اليمني شمالا وجنوبا هو شعب متكافل، شعب متراحم، شعب ودود جدا، شعب يقف إلى جانب بعضه البعض في الأزمات والمحن التي تشهدها البلاد. العمل التطوعي والإنساني، هناك كثير من الشباب والشابات جدا بهم وبما يشعروا به من مسؤولية وإنسانية وإحساس بالضمير تجاه أخوانهم الذين يعانون هذه المعاناة المأساوية في شتى أنحاء البلاد. دائما ما يكون الشباب متكاتفين ويمتلكون الوعي ويمتلكون حب الخير ويمتلكون الإنسانية والشعور بالإحساس، وبالتالي ربما مجرد شخص واحد أن يأتي بفكرة ويتداولها مع البعض حول مساعدة قضية ما أو مساعدة مجموعة من النازحين، فبالتالي الناس تلقائيا تتكاتف وتتكافل وتتعاون مع هذا الشخص ومع هذه الفكرة. من طبيعة الحال أنا شخصيا كتجربة لي كثير في العمل الإنساني، لكن في الفترات الأخيرة خصوصا بعد حرب 2015 على عدن والجنوب أطلقنا كثير من المبادرات. هؤلاء المبادرات كان لدينا تفاعل بشكل لم نكن نتوقعه، تقابل الكل تعاون معنا من الشمال ومن الجنوب من اليمن بشكل عام ومن خارج البلاد، وبالتالي استطاعوا ان يوفروا الدعم اللي كانوا هم العامل المشجع والعامل الذي دفعنا الى اطلاق اكثر مبادره لمساعده هذه الحالات الانسانيه. فمثلا في مبادره انقاذ اطفال الازارق ملايين وصلت لنا من اشخاص واناس ومتبرعين وفاعلين خير من خارج الوطن ومن داخل الوطن لا نعرفهم شخصيا ولم نلتقي بهم حتى اللحظة، شاركوا بمئات الآلاف من حر مالهم ودعم بسخاء لمعاناة هؤلاء الناس، أتكفلوا بعشرات الأطفال بإعانتهم بتقديم الغذاء لهم بتقديم العلاج، تكفلوا بتوفير العلاج لبعض الحالات الإنسانية الكثيرة. هؤلاء الأشخاص الذين لم نلتقي بهم حتى اللحظة ولم نعرفهم وجها لوجه، هؤلاء هم العمل وهم المستقبل لهذا البلد المنكوب، هم من يزرعون التكافل وحب الخير والتفاعل، وهم من يحفز أصحاب الأفكار الخلاقة وأصحاب المبادرات الإنسانية على العمل. نعم بسام، صحيح بسام، صحيح. سطر اليمنيين خلال هذه السنوات صورة مذهلة من التكافل الاجتماعي فيما بينهم. شكرا جزيلا لك بسام، كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام نستقبل اتصال آخر، هذه المرة من حضرموت. معنا صالح منصور، رئيس ملتقى الفرج التطوعي في تريم حضرموت. مرحبا بك صالح. يا مرحبا بكم صالح. إذا ما تحدثنا من جهة أخرى عن الفراغ الذي تسبب به غياب الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن عامة
وفي منطقتك خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرق التطوعية والمبادرات التطوعية خلال أيام الحرب هذه طبعا تقوم بدور كبير جدا بالتعاون مع المؤسسات وأيضا الجهات المهتمة بالذات الجمعيات التي تتعامل مع الأخوة في النازحين في المناطق. هذا أكثر شيء يعني اللي تقوم به الكثير من المبادرات هو خلق شراكة فقط مع هذه المؤسسات بحيث على إيصال المعونات لبيوتهم ومناطقهم وغير ذلك. هذا أكثر شيء هو يعني يقومون به المبادرات التطوعية، وطبعا لا يتبنون ولا يتواصلون مع المنظمات إنما عبر المؤسسات التي تتواصل مع هذه المنظمات. هم يقومون يعمل بدور مساعد فقط بهذه المؤسسات. صالح، حدثنا الشباب من صنعاء ومن عدن عن الصعوبات التي يواجهونها أنتم في حضرموت، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهونها أثناء تأدية عملكم التطوعي؟ بالنسبة لي نحن كملتقى الفرق التطوعية كتصحيح الاسم هو ملتقى الفرق التطوعية بكريم. طبعا بالنسبة لي على مستوى المحافظة كاملة يعني هي عبارة بس عن مبادرات يعملون على يعني يساعدون هذه المؤسسات والمنظمات على إيصال المعونات فقط على مستوى المحافظة، أيضا مع المنظمات الخارجية أيضا حيث يكون عامل مساعد فقط، يعني يحاولون يخففون على أعباء هذه أعباء الناس في هذه الحرب من حصر الأضرار وأيضا حصر النازحين وأيضا حصر الناس العائدين وغير ذلك، وأيضا إيصال هذه الأشياء إلى أماكن تواجدهم. وهذا طبعا بشكل مختصر حول هذا الموضوع. فطبعا بسبب يعني بسبب طبعا يعملون هذه الفرق أو المبادرات في إطار يعني محددة جدا بحيث أنه بسبب الوضع الأصل وضع حضرموت خاصة، وأيضا نأمل إن شاء الله يعني رب العالمين يفرج يعني عن هذه البلاد والأمور إن شاء الله تحسن الأفضل إن شاء الله. نعم صالح، بحكم خبرتك في هذا المجال رسالة توجهها للشباب وأيضا لفاعلي الخير. بالنسبة للشباب طبعا أنا يعني عديت بعض الأشياء هكذا، يعني بالنسبة لأهمية المبادرات للشباب يعني طبعا واستغلالها في هذا الوقت طبعا يعني أهمية المبادرات في هذا الوقت هو يعتبر يعني شيء مهم جدا تقلل المظاهر السلبية، وأيضا يكون له الإنسان له دور كبير جدا في المجتمع، أيضا يعني يعمل على يعني تنمية الذات وأيضا الطموح وأيضا تقليل من نسبة الفقر والبطاله وغير ذلك. واتمنى ان شاء الله انهم هذه المتطوعين انهم يعني يعملون على انضمام للمبادرات وايضا عمل على تشجيعهم واعطائهم الاقدار وغير ذلك حتى انهم ينتقلون من هذا الوضع الى وضع افضل ان شاء الله. ونامل ان شاء الله انه يعني يتحسن وضع المتطوعين على مستوى الجمهوريه بشكل عام، فهم يقومون بدور كبير جدا وجهد في غياب كثير من المؤسسات سواء كان دولة أو مؤسسات غير ذلك، فهم يقومون بعبء كبير جدا ويسدون هذا الفراغ. ونعمل إن شاء الله أنه لا يعني نتمنى أنه ما حد يعني يجلس فارغ هكذا، أقل شيء يقدم مساعدة وأيضا يعمل على التخفيف على الناس في هذه الأزمة إن شاء الله. نعم، إذن صالح منصور كنت معي من حضرموت، شكرا جزيلا لك، أشكرك على تفاعلك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام الآن اتصل آخر من صنعاء معنا عمار مرشد وهو ناشط اجتماعي، مرحبا بك عمار. عمار هل تسمعني؟ نعم. أهلا أهلا عمار. عمر، حدثنا عن أهمية العمل التطوعي وأثر هذا التكافل الاجتماعي خلال هذه السنوات على المواطن والفرد وعلى المجتمع أيضا.
العمل التطوعي هو جزء أساسي من مكونات المجتمعات المتقدمة. اعتبر العمل التطوعي في البلدان الخارجية والمتقدمة بمثابة شيء جيد جدا للمجتمع. يعني سنوات خبرة التطوع في الدول الأوروبية تقاس بدبلوم أو بتصل مرحلة البكالوريوس. التطوع مهم جدا لأنه بيسد الثغرات والفجوات الموجودة في المجتمع، بالذات في المجتمعات النائية والفقيرة زي مجتمعنا احنا اليمني. يعني أنت لما تتطوعي في مجال عمل معين سواء كان خيري أو كان تنموي أو حتى كان اقتصادي إنساني، أنت بتسدي ثغرة موجودة قد تكون الحكومة هي السبب أنها ما غطتهاش، مثل الفقر مثلا أو مثل البطالة أو مثل الوضع المتدني بسبب الحروب والأشياء هذه كلها. التطوع بيكون هو عبارة عن الغطاء اللي بيغطي هذا الجوانب وده بيساعد على أن المجتمع يكون متكافل بشكل أكبر ويقوي النسيج المجتمعي. التطوع يعود للمجتمع وللفرد بنفس الوقت، يعني بفوائد عديدة مش بس للمجتمع بتكون. نعم عمار، كونك ناشط قديم ومعروف، ما هي أبرز النصائح التي تقدمها للشباب الناشطين المستجدين في العمل التطوعي وأيضا لمن يريد أن يقدم مساعدات مالية من خارج الوطن فاعلية الخير؟ أول شيء يعني هي مش زي النصيحة أو أنه أنا قديم أو جديد أو كذا، بس زي هي خلاصة تجربة مرينا فيها أنا ومجموعة من الأشخاص القدامى في مجال التطوع. أهم حاجة في العمل التطوعي عشان الشخص هذا يكتسب خبرات تعود عليه يستفيد منها، إنه يكون بيحب من داخله العمل التطوعي اللي بيسويه. إذا كان بينزل بيوزع مساعدات خيرية فلازم من داخله يؤمن إنه بيساعد الناس، لأنه يشتي أساسا يساعد الناس عشان العائد كل شيء جيد. إذا كان مؤمن إنه يدرب مجموعة أشخاص في مجال معين فضروري يحب العمل اللي هو بيشتغل عليه. هذا الشيء بيساعد إنه المتطوع يكون عنده قيمة عالية جدا بداخله، من أجل التطوع يكون أكثر فائدة للشخص اللي بيتطوع. إضافة إلى أنه العمل التطوعي هو عمل منظم، العشوائية في العمل التطوعي ممكن تؤدي بالمجتمع أو بالشخص المتطوع إلى عواقب قد لا ما حد يتكلم عليها. يعني فالشباب الجدد ما شاء الله عندهم حماس قوي أكثر من الحماس اللي كان عندنا، عندهم طاقات، عندهم الآن موارد إحنا زمان كنا نتمنى نلاقيها ولو ندفع عليها فلوس. الآن عندهم كاميرات، عندهم قدرات ذاتية، مدربين مؤهلين، عندهم جهات تستعد أنها تدربهم وتمولهم. فلما يكون العمل منظم ويكون في تنسيق بين الفرق التطوعية إحنا بنساعد أكبر قدر ممكن من الناس. لما يكون في فرق متطوعة تنزل تزور أسر معينة وتعلم أن الأسر هذه تم تغطيتها بأشياء معينة، تيجي الفريق الثاني ما يروحش لنفس الأسر تتكرر نفس المساعدات، يروح يساعدوا ناس آخرين. فالتنظيم مهم في العمل التطوعي. بالنسبة للناس اللي حابين يساعدوا المتطوعين ويقدموا زكاتهم أو أجور على أساس المتطوعين يشتغلوا، أنصحهم أنه أول حاجة يبحثوا عن خلفية الأشخاص اللي حيدعموهم، كانوا مجموعات أو كانوا أشخاص، ابحثوا عن خلفياتهم. هل هم أشخاص مؤمنين من داخلهم بالعمل الذي بيسووه؟ هل هم عندهم الاستدامة والاستمرارية بأعمالهم بشكل ممتاز ودوري؟ أو بس موسم وقت ما هو رمضان يجي يشتغل بس؟ أو وقت ما يحس إنه الدنيا فيها ما نشوف ندخل بأشياء شخصية؟ بس أحياناً إحنا اكتشفنا مجموعة من الأشخاص يستغلوا الأمور هذه، لما يكون عنده ما فيش معه فلوس أو شيء يقوم يتكلم عن مبادرة أو كذا بس ياخذ فلوس من الناس ما يوصل لهمش بالشكل الجيد. النصيحة للناس اللي حابين يدعموا الشباب والمبادرات يسألوا أكثر، يبحثوا عن خلفية المبادرات في الشباب هذا، ولا أساس دعمهم ما يروح هدر. يعني بالأول والأخير حرام الفلوس هذه اللي حتروح صحيح الشباب ممكن يأكلوها، ممكن تروح للناس ممكن تساعدها. صحيح. إذا عمار مرشد كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك وشكرا لتفاعلك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، طرحنا نفس الموضوع سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض لكم بعض من التعليقات التي كانت على المنشور. تعليق من أماني فؤاد العريقي قالت: المبادرات الشبابية تعتبر متنفس لنا، ومن خلالها نستطيع إثبات وجودنا كشباب وإخراج طاقاتنا في عمل يعود بالفائدة على أنفسنا، وذلك من خلال شعورنا بالإنجاز وأن لنا بصمة في المجتمع والشعور بالرضا عن الذات، بالإضافة إلى فائدة تعود على من حولنا ممن نقدم لهم الخدمات والمساعدات، ومن خلالها نوصل رسالة للفئات المستهدفة بأن هناك من يفكر بهم ويسعى لتوفير احتياجاتهم ولو بالقدر البسيط، ونحاول
يحاول من خلال المبادرات الشبابية ترميم ما يدمره المغتصبون للسلطة في المجتمع. تعليق آخر لهشام عيسى قال إن الهدف النبيل يزيد صاحبه شجاعة. المبادرة الشبابية والعمل التطوعي هما غذاء الروح والنفس والعقل. تعليق آخر لجبريل اليزيدي قال فيه منظمات متواجدة في اليمن العاملين فيها يستلموا بالدولار ويقول لك احنا بنعمل عمل تطوعي، مع انه ليس هناك فرق بينها وبين ما فيش هناك فرق بينها وبين موظف الشركة، كلهم يستلموا رواتب وعلاوات وكلهم لديهم مميزات تعطى من قبل الجهات التي يعملوا فيها. تعليق آخر لبكرين توفيق الذي قال العمل التطوعي أمر بالغ الأهمية حتى في المجتمعات المستقرة، ما بالكم بالمجتمعات المتفككة والتي تعاني من الفوضى وغياب الدولة كما هو الحال في اليمن، فالمتطوعون حول العالم أثبتوا قدرتهم وأهمية وجودهم من خلال المشاريع باختلافها التنموية والخيرية التي يقومون بها بأقل التكاليف. خلال الحرب تكون هناك حاجة دائما، حاجة لتدخل إنساني مباشر غير محسوب الولاء، وهنا يأتي دور المتطوعين بالاهتمام وتحمل المسؤولية والقيام بكافة الأعمال الإغاثية والخيرية والتنموية كذلك لتعويض غياب الدولة. تعليق آخر لأحمد قال المبادرات الشبابية جعلت الحكومات والمسؤولين والسياسيين يعتمدوا على المبادرات هذه وتخلوا عن مسؤولياتهم، والمبادرين باتوا يعتقدوا أن هذا واجبهم أنهم يساعدوا الفقراء وينشروا الأمن والسلام ويلاحقوا القضايا العامة. إذن هذا آخر تعليق كان من أحمد، تطرق إلى جانب سلبي من وجهة نظره. إذا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة وأشكر كل من تفاعل معي في هذه الحلقة، وهو الشكر موصول لكم من معد البرنامج الزميل عمر النهبي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.